أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر إلى الله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل. هذا اللي أنا أدوره من شعبي، وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا على ما يحبه ويرضى. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأمثل والأفضل للمرضى من مختلف أنحاء العالم من أجل تلقيهم العلاج الطبي والتجميلي لما تقدمه من خدمات وفيرة وبأسرع الأوقات. وفي هذا الإطار نحن هنا في حلقة اليوم من برنامج لآل الاتحاد، سنكون معكم ومع ضيفنا من أمهر أطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة المتخصصين بطب الأسنان والعناية بها، وفي مركز سفير دنتي كلينيكس دبي. فهنا الابتسامة النابعة من صحة الفم والأسنان والتي باتت مطلب واهتمام الجميع تجد من يرسمها بمهارة وخبرة فائقة، مع الطبيب عبادة انتابلي المدير الطبي لمركز سفير دنتي كلينيكس دبي. طبعا نوجه رسالة بداية لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على جميع التسهيلات والخدمات حقيقة اللي قدموها للقطاع الطبي وفي جميع المجالات صراحة. هلا مثل ما ذكرنا نحن كانت البدايات في تركيا، فنحن استهدافنا للمرضى من جميع دول العالم، إن كانت من أوروبا من أمريكا ومن أستراليا ومن شرق آسيا. الحمد لله، والله يعني بفضل الله احنا بدأنا الحمد لله، يعني بدايتنا كانت في تركيا وكما خبرتك يعني بدأنا بعيادة صغيرة. الحمد لله بفضل الله كان يعني دعم الأهل الوالدين، دعم العيلة أكيد دائما موجود، طبعا مجموعتنا كانت الأطباء والشركاء الموجودين معنا كانوا كمان هم الأخوة، يعني كنا دائما عم نحلم بهذا المشروع، كنا دائما حريصين على تطويره. كل المشاوير النجاح يعني ما له طريق سهل الحمد لله، يعني بس مرقنا طبعا بتحديات وصعوبات كبيرة من انتقال لعدة أماكن ولحتى قدرنا يعني نوصل لهذا المكان، التواصل مع المرضى. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأمثل للمرضى من مختلف أنحاء العالم لتلقي علاجهم الطبي والتجميلي لما توفره من خدمات وفيرة وبأسرع الأوقات. وفي هذا الإطار نحن هنا في هذه الحلقة من برنامج لآل الاتحاد سنكون مع أحد أمهر الأطباء المتخصصين في العناية بطب الأسنان هنا في دولة الإمارات. فالابتسامة النابعة من صحة الفم والأسنان والتي أصبحت مطلب واهتمام الجميع تجد هنا من يرسمها بعناية ومهارة وخبرة في مركز سفير دنت كلينكس في دبي، ومع ضيفنا الدكتور عبادة عنتابلي المتخصص بطب الأسنان والعناية بها وتجميلها. نرحب طبعا باسمكم مع الدكتور عبادة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم، شرفتونا. المدير أيضا الطبي في مركز سفير دنت كلينكس. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم. أهلا وسهلا معكم دكتور عبادة عنتابلي، بكالوريوس في طب الأسنان وماجستير في تجميل الفم والأسنان من فرنسا. نعم، للتفصيل أكثر عن دكتور عبادة، عن الشهادات الأكاديمية التي حصلت عليها في خلال مسيرتك العملية والمهنية. نعم،
لا طبعا، أنا بعد التخرج بدأت مسيرتي كطبيب امتياز، وانتقلت وعملت في أكثر من دولة. يعني بدأت في سوريا وانتقلت إلى المملكة العربية السعودية، وعملت هناك عدة سنوات. الحمد لله اكتسبت منها خبرة، وخلال هاي الفترة كنت عم حضر لكمال المسيرة التعليمية والتحضير للتخصص. وبالفعل خلال سنوات يعني قدرت أحصل على الماجستير في فرنسا، وخلال وجودي في أوروبا في هذه السنوات الحمد لله قدرت أنجز بعض الإنجازات، وأحضر الكثير من الدورات والمؤتمرات العالمية المتعلقة بتجميل وزراعة الأسنان. وقدرنا الحمد لله يعني نواكب كمان آخر التطورات بموضوع الأبحاث والأجهزة الطبية المتعلقة بتجميل وزراعة الأسنان. بعدين نحن خلال هاي الفترة، خلال يعني بعد 2016 بدأنا مشروع عيادات سفير، يمكن بحابين نحكي عنها اليوم. الكثير سنتحدث عن سفير دنت كلينكس. سوريا، السعودية، فرنسا، تركيا إلى الإمارات. كيف بدأت الخطوة الأولى لمركز دنت كلينكس هنا في دبي، وأيضا كمركز عالمي أصبح اليوم؟ هلا هو حقيقة في بداية العام 2016 كنا مجموعة من الأطباء والمستثمرين، بدأت الفكرة بعيادة صغيرة في مدينة اسطنبول في تركيا، عبارة عن 4 وحدات سنية، 4 عيادات. كنا طبيبين، وبدأ العمل بشكل بسيط وبدائي. وكانت الفكرة والغرض من هذا المشروع هو استقطاب المرضى من خارج أو من جميع دول أنحاء العالم حتى يحصلوا على الخدمات الطبية السنية المتميزة خلال فترة قصيرة وبتكاليف مناسبة ومدروسة، وبنفس الوقت يحصلوا على جودة عالية. طبعا هذا الشيء كان غير متوفر في دول أوروبا ودول أمريكا وكندا، لأنها التكاليف جدا عالية، وصعوبة في حجز المواعيد، وصعوبة في إنجاز العمل، فكانت تأخذ وقت كبير وكانت تكاليفها عالية جدا. فنحن الحمد لله بدأنا بهذا المجال اللي هو ما يسمى الآن معروف بالسياحة العلاجية. فبدأنا بهذا المجال من 8 أعوام، والحمد لله توسعنا بفضل الله. يعني صرنا بعدة مدن إقليميا ودوليا الحمد لله، في دولة الإمارات الحمد لله، في دبي، وفي عنا في مراكش في المغرب، وفي اسطنبول أكيد نحن موجودين. بدأنا بعيادة صغيرة مثل ما خبرتك، وكنا عدد أشخاص 8 أشخاص تقريبا. الحمد لله بفضل الله نحن أكثر من 200 شخص ككادر بشري، بين أطباء وبين فنيين وإداريين وطاقم تمريض وكل الاختصاصات الحمد لله رب العالمين. نعم، المركز من تركيا إلى الإمارات، تجربة جديدة ومختلفة في الإمارات التي تستقطب أهم الخبرات على مستوى العالم، الرقم الصعب والأول أيضا على مستوى العالم في السياحة العلاجية. لماذا الإمارات وماذا قدمت لأصحاب الكفاءات والخبرات، ولكم تحديدا كمستثمر وطبيب وصاحب يعني فكرة وعمل في طب الأسنان؟ نعم، هلا بداية مثل ما حكينا نحن كانت بدايتنا في تركيا في اسطنبول، وخلال دراسة لحتى نتوسع وجدنا أن دولة الإمارات وإمارة دبي بالذات هي المكان أو الوجهة الأكثر توجها لموضوع السياحة العلاجية بالأخص، والسياحة بشكل عام، وهناك تسهيلات في قطاع الاستثمار في القطاع الصحي. وطبعا لمسنا بعد هذه الدراسة أنه في دولة الإمارات مختلفة عن عدة دول اللي هي توفير أفضل الخدمات الصحية تحت معايير يعني أحدث المعايير والطرق المبتكرة، وتسهيلات مثل ما خبرتك يعني كانت موجودة من هيئة الصحة في دبي، من بداية من إجراء التراخيص الطبية ولدعم كامل من جميع الجهات المعنية صراحة. طبعا كمان يعني المنظومات الصحية أو التهدف المنظومات الصحية بدولة الإمارات مدعومة بهيئة الصحة في دبي أن تدعم المنشآت الصحية المهتمة بالسياحة العلاجية. وجدنا هذا الشيء حقيقة هو اللي ساعدنا واللي شجعنا على هذا الموضوع، واللي بيميزنا هم بعيادات سفير كلينكس أنه إحنا يعني خطتنا هي التشجيع على استقطاب المرضى
من خارج الدولة لإجراء العلاجات المتميزة في وقت مميز وبجودة عالية وبوقت يعني يكون نعم وقت سريع والتكاليف طبعا مدروسة للجميع. نعم. المعايير جدا صارمة في ما يتعلق بمنح التراخيص للأطباء وأيضا للمنشآت الطبية والصحية، إلى أي درجة هذه المعايير صارمة من جهة ولصالح الجميع من جهة ثانية كمرضى وكأطباء؟ طبعا نحن لاحظنا من بعد فترة كوفيد اهتمام القطاع الصحي في دولة الإمارات بالضمان الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، إن كان هي الخدمات علاجية أو وقائية، فبالتالي بالفعل كان هناك حرص دائم على موضوع تسهيل استخراج التراخيص، وطبعا جلب الكوادر الطبية وأحدث الأجهزة، كان هناك يعني تسهيلات حقيقة ملموسة. وطبعا دائما هيئة الصحة في دبي والدولة دائما تحرص على سلامة المرضى وضمان حقوق المرضى، بالإضافة لدعم المنشآت الصحية المعنية بالمجال السياحة العلاجية والأشياء الأخرى هي كلها. نعم. عن مركز سفير نعم. دانتك كلينكس نعم. ماذا تخبرنا عن ما هي الاختصاصات، ما هي الخدمات المقدمة فيه؟ هلأ احنا مثل ما ذكرنا احنا مركز سني متخصص متميزين بموضوع تجميل وزراعة الأسنان، عندنا جميع الاختصاصات، جراحة الفم والأسنان طبعا وأهمها زراعة الأسنان وتجميل الأسنان وإعادة تأهيل الفم، عندنا تخصصات تقويم الأسنان، طب أطفال الأسنان ومعالجات الأسنان وترميم الأسنان، فنحن متخصصين في جميع مجالات طب الأسنان، لكن كوننا يعني مستهدفين موضوع السياحة العلاجية خارج الدولة، فنحن تركيزنا الأكبر هو على إعادة تأهيل الفم والأسنان، كان عن طريق التجميل، عن طريق الزراعة بفترات تعتبر يعني سريعة وبجودة عالية. هذا الجهاز اسمه الماسح الضوئي او الانترا اورال سكانر، هذا الجهاز استعضنا فيه عن الطبعات التقليديه بموضوع الذكاء الاصطناعي، بحيث انه صرنا نقدر ناخذ طبعه رقميه للاسنان عن طريق الكمبيوتر نقدر نعالج هاي الطبعه، وبالتالي نقدر نحصل على نتيجه افضل بشكل افضل للمريض، وبالتالي وفرنا وقت وجهد. هذا الجهاز عباره عن كاميرا داخل هاي الاداه، تمام، تاخذ عده لقطات معينه للاسنان عن طريق تمشيتها على الاسنان، ومن ثم الكمبيوتر بيعمل معالجة لهي الصور وبيدمجها مع بعض تعطينا صورة ثلاثية الأبعاد للأسنان، ومن ثم نقدر نصمم تصميم خاص يلائم لكل شخص، يعطينا تصميم للأسنان بحيث أنه نقدر نعمل ابتسامة جميلة جدا لكل شخص. كل هذه الامتيازات التي تقدم لأصحاب الكفاءات في دولة الإمارات وكل هذا التنافس في الإمارات تحديدا، لما يستقطب من كفاءات على مستوى العالم. ما الذي يميز مركز سفير دنت كلينكس عن بما يقدمه من خدمات في ظل هذا التنافس الكبير على مستوى دولة الإمارات؟ نعم. هلا مثل ما ذكرنا احنا كانت البدايات في تركيا، فاحنا استهدافنا للمرضى من جميع دول العالم، ان كانت من اوروبا، من امريكا، ومن استراليا، ومن شرق اسيا، فهي وجود العدد الكبير من المرضى بتزيد خبرات الموجوده في العياده اللي هي تراكم وتنوع الحالات، وبالإضافة للكادر الطبي المتخصص، يعني وجود كادر طبي متخصص من أطباء مختصين في الجراحة وفي التقويم وفي التجميل وإعادة تأهيل الفم والأسنان والليزر. حتى إحنا مؤخراً نضاف لعنا دكتور أخصائي في علاج مشاكل النوم والشخير، فموضوع التخصص هو موضوع جداً مهم، إحنا مركزين بموضوع الأسنان، فهذا من أحد الأشياء المميزة. وطبعاً رح نتطرق لموضوع كمان الأجهزة الحديثة والتقنيات الرقمية والأجهزة الحديثة في طب الأسنان، كمان احنا قدرنا الحمد لله نوفر أجهزة حديثة، الأجهزة التصوير الأشعة والأجهزة المعالجات السنية من حيث الزراعة، تصميم الابتسامة عن طريق الذكاء الصناعي، وهي الأمور كلها كانت يعني مميزة الحمد لله عنا في مركز سفير. هنا دكتور حضرتك ذكرت الذكاء الاصطناعي وأيضا مواكبة التطور. نعم. دائما يعني والإمارات تحديدا
تواكب كل ما هو جديد. نعم. الأولى عالميا في كثير من المجالات فيما يتعلق بالذكاء الصناعي، روبوتات، التطور التكنولوجي. كيف تستثمرون كأطباء وهنا في المركز تحديدا من هذا التطور العالمي وتطور الإمارات تحديدا؟ نعم. لا، مبدئيا نحكي عن موضوع الذكاء الصناعي. لا، هو عبارة عن خصائص معينة ندخل عن طريق البرامج الحاسوبية، هي تحاكي القدرات البشرية والذهنية لتعطينا نتائج ولتعطينا حلول طبية. فهي صراحة بالمجال الطبي هي الذكاء الصناعي أو هي التقنيات الحديثة هي لساتها بالمراحل الأولى، لكنها أثبتت سرعتها وأثبتت جدارتها بموضوع الطبي بشكل عام، موضوع طب الأسنان بشكل خاص. فهي بداية يعني بموضوع طب الأسنان إحنا تدخل يعني في التشخيص؟ نعم، هي تدخل أول شيء موضوع تشخيص المرضى، ساعدتنا في موضوع التشخيص. نحن بنعتمد بالتشخيص على الأساس على الأشعة بجميع أنواعها، وبنعتمد على موضوع معلومات المريض الطبية والماضي للمريض والقصص السريرية والأدوية التي يستعملها المريض. فالآن أصبح هناك برامج وتطبيقات كلها عن طريق الحاسوب لندخل عليها كل هاي المعلومات والأشعة لتعطينا تحاليل واستنتاجات وتساعدنا على تشخيص أسرع وأدق. فإذا دخولها لعالم طب الأسنان كان مفيد وعطانا أريحية بالوقت، وعطى الوقت للكادر الرعاية الطبية أنه يقدم خدمات أفضل للمرضى في هذا الوقت اللي هي الأجهزة عم تساعد على مرحلة الاستنتاجات. نعم، في التشخيص، في العلاج، في مثلا التحضيرات. نعم. والقياسات مثلا. نعم. إلى أين مدى، أي جدوى، أي مجال يمكن أن يصل له الذكاء الصناعي؟ وهل يمكن أن يكون يوما ما الروبوت بديل الطبيب في مهنته؟ هلا ممكن نحكي عن نقطة الخدمات اللي عم تقدمها حاليا الذكاء الصناعي اللي عم يقدمه لطب الأسنان. هلا مثل ما حكينا بداية موضوع الأشعة والمساعدة على التشخيص، هو كان في بداية البرامج هي مدخل عليها مئات الآلاف أو ملايين من صور الأشعة والصور تحت المجهرية، صور النسيجية تحت المجهرية. فهذا سهل عملية التشخيص والكشف المبكر عن التسوسات والنخول، الكشف المبكر عن بعض أورام الفم عن طريق هي التطبيقات. وعندنا طبعا عندنا يعني الأهم من كل هذا هو جراحة الأسنان وزراعة الأسنان. صار هناك تقنيات توجد هي الزراعة الموجهة بالكمبيوتر، اللي هي عبارة عن أخذ صورة أشعة عن طريق الأشعة المقطعية اللي هي السي بي سي تي، اللي هي بتعطينا أو بيسموها ثلاثية الأبعاد الثري دي، تعطينا تصور لحجم الفك، تعطينا تصور وحلول لوضع الزرعات حسب الطول والقطر، مع أقل احتمال من اختلاطات أو مشاكل حتى نتجنب أي مشاكل في أثناء الزراعة ونبتعد عن النقط التشريحية الحساسة مثل الأعصاب والجيوب الفكية. هي من ناحية الجراحة. عندنا من ناحية التجميلية والتعويضية من تركيبات الأسنان وإعادة تأهيل الفم. طبعا كمان بداية بدنا نحكي على موضوع مهم اللي هو موضوع الطبعات السنية أو المعجون أو القياسات اللي بياخدوها المرضى، هي كتير المرضى بتعاني منها. فالآن تم استبدالها بجهاز الأورال سكان أو هو جهاز التصوير الفموي، هذا نستغني فيه عن الطبعات عادة، فصارت الطبعة دقيقة وأكثر دقة وأكثر سرعة والنتائج أكثر إرضاء للمرضى، كونها خصوصي المرضى اللي عندهم منعكس الأقياء وبينزعجوا من موضوع الطبعات السنية. بعد ما نخلص موضوع أخذ الصور، حفظ هذه المعلومات أو هي الطبعات أو الداتا تبع المريض صار حفظها أسهل عن طريق الذكاء الصناعي وعن طريق هاي البرامج، وتحويلها للمختصين بالمخبر لحتى استكمال الحالة وتصميم الحالة كمان صار أسهل. هلا نجي بمرحلة تجميل الأسنان، لما عم ناخذ هاي القياسات وعم نبعثها كمان للمختصين في مختبر الأسنان، عم يتم تصميم الحالة وعم يتم محاكاة النتائج اللي بيتخيلها المريض أو بيتمناها المريض، نقول من حيث شكل وحجم الأسنان، لون الأسنان، علاقة الأسنان الفكية أو ما تسمى العضة، العلاقة مع الشفاه وزوايا الفم. فإذا الموضوع تصميم الابتسامة ومحاكاة النتائج هي كمان كتير مهمة. وطبعا نتطرق لموضوع علاقة التقنيات الحديثة بتقويم الأسنان، كمان أخذ بعض الصور والأشعة اللازمة، تصميم الشرائح والصفائح اللي هي لعلاج تقويم الأسنان خلال عدة أيام،
علما انه كانت الخطه العلاجيه التقويميه للمرضى كانت تاخذ عده اسابيع من تصميم الخطه، بين صور اشعه سيفالومتريكيه وبين بعض الصور داخل فمويه وخارج فمويه، يعني كانت تاخذ وقت، وكان في استخدام الحاصرات التقليديه البراكس اللي هي. فهلا صرنا عم نستغني عن كل هذا بالاجهزه الحديثه. طبعا دخول كمان على كافه المجالات هي اهمها. اذا اختصر الوقت، اختصر الجهد الكثير من الوقت والجهد. لكن هل يمكن ان يكون بديلا عن الطبيب؟ هلا صراحة هلا هذا ما في عنا تخوف، يعني موضوع استبدال المجال الطبي او مجال الرعاية الطبي بشكل عام او طب الاسنان بشكل خاص، اللي احنا بنسميه دائما رح يكون هو تحت التوجيه، يعني فيك تقولي انه هو جايد دائما تحت اشراف طبي. فاحنا بالعكس هو قدم تسهيلات كبيرة، مثل ما قلت لك اعطانا نتائج اكثر دقة، يعني دخول الروبوت او التقنيات هي الحديثه اعطتنا نتائج اكثر دقه واعطتنا المزيد من الوقت لحتى نقدم خدمات اكبر للمرضى، وبنفس الوقت اعطت كمان ارضاء اكثر للمرضى، ومثلا حلت مشاكل يعني موجوده في بعض العيادات مثلا المزدحمه لتدخل الروبوتات او الاجهزه هي، اعطتنا مثلا نتائج. مثلا على سبيل المثال موضوع الأورال هيجينست أو اللي هو تنظيف الأسنان، في أجهزة الآن تعمل لك تنظيف الأسنان بدقة عالية بتواتر واحد، الأجهزة فيها سنسورز حساسات ومشعرات بتقدر تميز بين الأنسجة الرخوية والأنسجة الصلبة، وبتقلل من نسبة الأخطاء البشرية والتداخل. فيعني ما بالعكس كانت دخولها شيء إيجابي لقطاع الأسنان. صحيح. المركز هنا مركز سفير دنت كلينكس، وأيضا الإنجازات المهمة التي وصلت حضرتك إليها بهذا السن أيضا مبكر، أين اليوم؟ في أي مرحلة تعيش من الحلم؟ وهل يمكن الحلم دائما أن يتجدد؟ وإلى أين يعني يهدف الدكتور عباد؟ الحمد لله، والله يعني بفضل الله احنا بدأنا الحمد لله، يعني بدايتنا كانت في تركيا، وكما خبرتك يعني بدأنا بعيادة صغيرة، الحمد لله بفضل الله كان يعني دعم الأهل الوالدين، دعم العيلة أكيد دائما موجود، وطبعا مجموعتنا كانت الأطباء والشركاء اللي موجودين معنا كانوا كمان هن الأخوة، يعني كنا دائما عم نحلم بهذا المشروع، وكنا دائما حريصين على تطويره والاعتناء فيه والاهتمام فيه وتقديم أفضل الخدمات صراحة. طبعا حرصنا على نقطتين مهمين، يعني هي نقطة التخصص، أنه نكون إحنا دائما متخصصين ومتميزين بمجالنا بطب الأسنان بكافة التخصصات، يعني كان يعني جلب الكوادر والأجهزة الحديثة طبعا كلها دائما، وكمان فكرة كان في عنا فكرة كمان كتير مهمة، أنه ما تكون الأمور كلها على يعني جانب مادي فقط، إنما هو على جانب خدمي، ونحن عم نحاول نطور من اسمنا ونتوسع، ونحن نحاول نوصل يعني رسالتنا ونوصل هدفنا، نوصل اسمنا بطريقة طبية راقية وليس بطريقة تجارية، يعني مشان نتميز عن غيرنا، لأنه للأسف يوجد بعض في استثمار في قطاع السياحة العلاجية، يوجد يعني أسماء يعني دكتور هنا السؤال، إذا كان المريض لديه فكرة مسبقة في ذهنه عن شكل الابتسامة، عن كونه طبعا هناك اختصاص تجميلي علاجي، ولكم رأي مختلف، من هنا صاحب القرار بين رأي الطبيب المبني على مهني، رأي مهني، وبين فكرة الموجودة في ذهن المريض، ما يريده المريض إذا كان لصالحه أو غير ذلك، من صاحب القرار؟ نعم، هلا هون نحن بالفعل هذا السؤال جدا مهم، لأن احنا بنواجه كثير يعني هذا الموضوع، دائما يوجد أخلاقيات للمهنة، عندما يتعارض طلب المريض مع مصلحة المريض نحن هون لازم نتدخل، يعني نحن أكيد دائما من مصلحة المريض، ودائما نحن واجبنا تجاه المريض أنه نشرح له الخطة العلاجية المناسبة له بكل دقة وبكل أمانة، ونحن لازم نعطي المريض الخطط البديلة ونشرح له بالتفصيل عن كل خطة. يعني على سبيل المثال في بعض المرضى يكون عندهم وضع أسنان صحي سليم، وهن ليس بحاجة
لنحت الأسنان أو تغيير شكل الأسنان أو تغيير، بتكون مشاكلهم ممكن تنحل بطريقة بسيطة، ممكن بإجراءات أو علاجات تقويمية لتصليح مثلا أشياء بسيطة في تراكب الأسنان مثلا، أو ممكن الإجراء ممكن يكون عبارة عن تبييض أو عمل بعض القشور السنية لبعض الأسنان لحتى نعمل الابتسامة أو نصلح الابتسامة. فنحن واجبنا أخلاقيا اتجاه المريض أن نوعيه، ونحن نعطيه النتيجة اللي بيحلم فيها بنفس الوقت من دون أي أضرار جانبية ومن دون ما ندخل بأي مشاكل أخلاقية معنا. نعم، اليوم تعيش النجاح، تعيش الإنجاز، كم من الصعوبات التحديات الصعبة التي تجاوزتها خلال مسيرتك المهنية، وكيف تجاوزت هذه الصعوبات؟ هلا يعني مثل ما بنعرف يعني كل المشاوير النجاح يعني ما له طريق سهل الحمد لله يعني، بس مرقنا طبعا بتحديات وصعوبات كبيره من الانتقال لعده اماكن، ولحتى قدرنا يعني نوصل لهذا المكان، التواصل مع المرضى وتقديم الخدمات، استصدار التراخيص وجلب بعض الاجهزه وبعض المعدات الخاصه، يعني كان في بعض الصعوبات. هلا طبعا انا يعني بهذا المجال بدي يعني يعني بعد تجربتنا في عده دول صراحه اللي لمسنا يعني هذا المميز في دوله الامارات هو انها هي مميزه عن كل الدول صراحه بموضوع التسهيلات، يعني هذا الشيء لازم نذكره، التسهيلات اللي قدموها لنا من 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 البدايه من اجراءات اصدار التراخيص الطبيه والكادر الطبي، من ترخيص الأجهزة والأشعة، الدعم الكامل والدائم، القوانين الموجودة التي هي دائما في مصلحة المريض وفي مصلحة المنشأة الصحية، كلها يعني قوانين مدروسة وقوانين علمية، ودائما الجهات تعمل على يعني الجهات المعنية كلها تعمل على يعني مع بعض وبطريقة متناغمة مع بعض. يعني احنا مثلا هي علاقتنا مع هيئة الصحة في دبي، لكن لها تواصل مع باقي الجهات المعنية لتسهيل هي الخدمات والإجراءات يعني فوق ما بتتخيل. فيعني كمان هي احد النقاط اللي احنا اخترنا فيها دولة الإمارات ومدينة دبي تحديدا، وجود قابلية وبنية تحتية ممتازة، بنية طبية من الكوادر وإنشاء المستشفيات والمدن الطبية اللي احنا عم نشوفها ما شاء الله، وجلب واستقطاب المستشفيات العالمية والمراكز العالمية الموجودة، بالإضافة لوجود حتى بنية تحتية. يعني بتلاقي ما شاء الله من أول ما توصلي على المطار من شبكة الطيران والفنادق، سهولة المواصلات والتنقل في مدينة دبي ودولة الإمارات، وجود المراكز التجارية والفعاليات والمهرجانات الدولية، فهذا كله كمان ساعد من استقطاب المرضى وجعل مدينة دبي ما شاء الله يعني من مقدمة المدن في السياحة العلاجية والسياحة بشكل عام. نعم دكتور، إذا سألناك عن النجاح واليوم نراك طبعا و بشهادة تستحقها من الجميع، كيف ترى النجاح؟ يعني من أحد أسباب النجاح الحمد لله هي أول شيء أنه يكون في فريق متكامل مجهز بالكادر الطبي، بيكون مجهز بالمعدات الحديثة. طبعا دائما الواحد بده يعرف أنه الخسارة ما بتعني الفشل، يعني الواحد بده يضل عم بيحاول، بده يمر بعدة صعوبات أكيد عم تواجهه، إن كان بالإجراءات إن كان أثناء العمل. أكبر تحدي لنا كان هو وكان عند الكل حقيقة هو سنة 2020 اللي هو أزمة كوفيد اللي هي أثرت علينا بشكل كامل وأثرت على كافة المجالات. فالحمد لله يعني بعدها قدرنا نتجاوز هاي المحنة وقدرنا مرة تانية نرجع نكمل. نسمع من حضرتك دكتور رسالة إلى جيل الشباب، وحضرتك من جيل الشباب لكن اليوم خطيت خطوات جدا مهمة، يمكن حتى أكبر حتى من سنك على صعيد العمل، على صعيد يعني مجالك الطبي. أي رسالة نسمعها من حضرتك لهذا الجيل يبحث عن نفسه في المستقبل، يبحث عن فرص أيضا هنا في الإمارات في بلد الفرص والاستثمار؟ هلا يعني بكل تواضع مثل ما عم تقولي يعني تجربة الحمد لله متواضعة وبسيطة. هلا صراحة يعني أهم شيء بمجالنا هو موضوع التخصص، يعني أنا بنصح صراحة الأطباء اللي عم يدرسوا
ببداياتهم يعني البدايات أو حتى جيل الشباب بشكل عام، أنه دائما الإنسان يحرص على التخصص في مجاله ليكون مبدع فيه، وكمان يواصل تعليمه واستمرار تعليمه، لأنه دائما في تطور في العلم، دائما في أشياء وتقنيات حديثة. وطبعا كمان الواحد لا يفشل ولا يتعب، اكيد راح يمر بكثير مراحل، يعني لا يأس ولا من الفشل، لانه هي ما لها خساره بالنهايه، كلها بيتعلم منها دروس لحتى يقدر يكمل. وماذا عن رساله الى دوله الامارات التي تمنح الفرص دائما، تدعم دائما كل اصحاب الكفاءات الخبرات، كل من اراد ان يعمل في هذا البلد، رساله الى دوله الامارات، الى القائمين عليها وأصحاب القرار فيها؟ طبعاً نوجه رسالة بداية لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وكمان تقديم التسهيلات في موضوع السياحة العلاجية. شكراً لحضرتك دكتور عبادة، شرفنا في هذه الحلقة من برنامج الاتحاد. أهلا وسهلا، تشرفتونا وبتمنى لكم التوفيق دائما إن شاء الله. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، الدكتور عبادة عنتابلي كان ضيفنا في حلقة اليوم، تجربة مهمة واستثنائية وشابة تشكل بالفعل القدوة والمثل لجيل شباب استطاع النجاح بوقت مبكر من حياته. نتمنى له دائما الصحة، العطاء المستمر، النجاح أكثر وأكثر، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات مقبلة من برنامج الاتحاد.